مشاهدي قناة شوف تي في، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مباشرة من سوق السبت إقليم الفقيه بن صالح. قصة نجاح من عالم آخر خوتي، يا سلام. صراحة هاد السيدة اللي غادي ندخلوا عندها عجبتني بزاف، وكنتمنى يعني جميع الأمهات وجميع النساء وجميع الشابات أنهم ياخذوها قدوة. ما شاء الله وتبارك الله خوتي، كتشوفوا معنا ان هاد السيده راه ما قارياش، عاشت في الباديه 10 سنين من بعد ما تزوجات، ام الخمسه ديال الوليدات، حصلت على دبلومات، اصبحت خبيره في التجميل وفي الحلاقه. خليكم معنا، غادي ندخلوا لعندها وغادي تشوفوها وغادي نتعرفوا عليها وتشوفوا القصه ديالها، ونتمنى انكم تزيدوا تشجعوها وفي نفس الوقت كذلك تاخذوها قدوه. لاحظوا معنا شنو قدرات انها تدير، واكيد كما قلت غادي نزيدو نستمعوا ليها اكثر واكثر، نتعرفوا عليها. ما شاء الله، خليكم معايا خوتي، خليكم تشوفوا معنا. قبل ما ندخل عندها درت واحد الجوله في هاد السونتر ديالها او هاد المحل ديالها اللي ما شاء الله. نتكلم عن حليمه. حليمه من مدينه الفقيه بن من مدينه سوق السبت اقليم الفقيه بن صالح. اجيو تعرفوا عليها. اهلا وسهلا حليمه. شوفوا خوتي فين وصلت حليمه. نرجع نقول حليمه ما قارياش. حليمه كتقول لي انا اميه، هي تتقول لك انا اميه، ولكن قراني الزمان، قريت بزاف ديال الحوايج. اجي نشوفوا شنو قرات حليمه، شنو تعلمات حليمه، كيفاش توصلت حليمه، وكيفاش توفقات ما بين التربيه ديال الوليدات وما بين يعني وما بين هاد ولات خبيره في التجميل والحلاقه. كيفاش خرجات من الباديه 10 سنين وهي عايشه فيها. خليكم معنا نتعرفوا على حليمه. خذوها خوتي قدوه، شجعوها. حليمه مرحبا بك. اهلا وسهلا حليمه، انت هذا علم مباشر عبر قناه شوف تي في اللي هي قناه الشعب، القناه ديالكم نتوما اللي لقبتوها بقناه مرحبا. الشعب كذلك حليمه بمناسبه اليوم العالمي للمراه. تنقول لك كل عيد وانت بألف خير. شكرا بزاف. واختارينا اننا نزورك في هذا اليوم، وشرف لنا. ربي يخليك يا شيخ. صراحه انت مثال للمراه المغربيه المكافحه الشريفه العفيفه. الله يحفظك وطول عمرك. مرحبا بحليمه. تبارك الله عليكم والسلام عليكم، وكل عام والمراه المغربيه والمسلمه بألف خير. وشكرا لكم بزاف والله يحفظكم ويطول عمركم. كنشكركم على التشجيعات ديالكم، اخص الناس اللي كنعرف والناس اللي عاد غادي يتعرفوا على حليمه وغادي يكتشفوا حليمه. مرحبا والف مرحبا بكم مع حليمه. مرحبا. شكون هي حليمه؟ انا حليمه بوحيا، الكنيه ديالي ملقبه بحليمه بيوتي. عندي واحد الشيء اللي بغى يتعرف عليا. مرحبا والف مرحبا. صراحه الحياه علمتني بزاف ديال الحوايج، وبغيت نوصل للهدف ديالي. واخا حيت ما قريتش بغيت نخرج انايا نشوف الوجود، ونعرف نعرف الدنيا كيفاش الناس عايشين فيها، وخاصني انا نعيش فيها ونعرف كيفاش غادي نعيش في الدنيا ونعيش وليداتي فيها. مهم عشت مع دار ناسي يعني باتراجلي و تي اللي تزوجتي فيه بعدا حليمه بدا الاول. واخا لالا مرحبا. تزوجت على 15 سنه. 15 سنة. أنت بنت المدينة؟ أنا بنت الفيلاج. بنت الفيلاج. أه. تزوجتي مشيتي عشتي في البادية. أيه. على سيري معايا دابا من هنا. أيه تزوجت، عشت في البادية مع دار شيخي الله عمرها دار، عشت معاهم 10 سنين في العروبية حكم الزوج ديالي ما كانش معايا. جلست معاهم عامين، عاد خرجت ولدت واحد الوليد، ولدت على 17 سنة. دابا ما شاء الله راه عنده 25 سنة. الله يحفظك. أمين ويطول عمرك الله يحفظك. المهم عشت معاهم 10 سنين حتى كبر هاد الوليد هذا بغينا ندخلو المدرسة. عاد مشينا تحولنا لدار ود زيدوح، عشنا فيها حتى هي يا تجربتنا كيف كنقولو. هذا ملي عشنا يعني فيها يعني اللي خلاك تخرجي من البادية حليمة هو الوليد وصل على انه يدخل المدرسة. اييه نعم. عندي وليد صغر منه خصو يدخل حتى هو للرود، والدري خصو حقاش البادية ما فيهاش المدرسة، ما كاينش ترونسبور.
اضطرينا ان نكريو في دار ود زيدوح باش نقريو ولدنا. الحكم التجربه عقبنا كرينا الوليدات تما قريناهم، عقبنا تحولنا لهنايا لسوق السبت باش نكملوا القرايه للوليدات هنايا في سوق السبت، حيتاش قرايه شويه تمايا ما كاينش قرايه مزيان. يعني انت حليمه كتركزي وتقولي لي القرايه، حليمه ما قراتش ركزات على وليداتها يقراو. على القرايه شوف راه اللي ما قراش راه والو، ولكن الحياه كتقري اللي ما قراش يحاول مع الحياه، راه الحياه فيها تجارب ودوك التجارب هما اللي كيخليوك تقراي، وداك الاحتكاك مع الناس اللي كتعرفي واللي ما كتعرفيش هو اللي كيخليك تقراي. والحمد لله يعني عشنا تجارب دازت زوينه ما نكذبش عليكم، يعني مغامرات كيف كنقولوا حنا. هذا الشيء اللي بغينا كحليمه تشاركيه معنا ومع المتتبعين. اييه مرحبا مرحبا مرحبا. المهم عقبت قريت وليداتي في كيف قلت لكم في دار ود زيدوح، عقبنا النيفو بحال شويه انايا بغيت نقري وليداتي كيف قلت لكم النيفو طايح عندنا في دار ود زيدوح في القرايه، عقبنا حولناهم سوق السبت. سوق السبت الحمد لله كاين افاق كاين بريفي كاين بزاف د الحوايج. جينا لهنايا لسوق السبت الدراري الحمد لله قراو ليا، انا كنهضر على القرايه يعني دائما في غياب الزوج ديالي العمل ديالي ما كاينش، وانا مني كل شيء، مني نوكل الوليدات، مني نقريهم، مني نقابلهم، مني الا مرضوا ليا الا مرضوا ليا خصني نديهم عند الطبيب، واخا تكون حتى الجوج تاعت الليل مني كل شيء صراحه، مني كل شيء ما نكذبش عليكم. وكنت كنخدم خدمه بسيطه باش نعاون بها راجلي ونعاون بها راسي، حيت قال لك اليد اللي كتعطي كتعيا واللي كتشد راه ما كتعياش. كنعاون راجلي وهذا. المهم وصلنا الوليدات قريناهم الحمد لله. قلت علاش ما نحقق الحلم ديالي وانت انا نخرج انا نقرا واخا ما قارياش. درت دبلوم ديال الحلاقه في 2016، كان جا سيدنا الله يحفظه ويطول عمره فتح لنا واحد السونتر في مدينه سوق السبت ولاد النمه. طرحت على الزوج ديالي الفكره، عجباتو الفكره، قال لي سيري ديري الدبلوم ديال الحلاقه. قلت لي راه الخلاص ديالو هكاين وهكاين، قال لي ماشي مشكل انا نخلص عليك هذا الشهر. يعني الحمد لله بقيتي عاوني الزوج متفاهمين. اييه عاوني، يعني قريت العام الاول قريت العام الثاني ما كاينش الدبلوم، عقب قريت العام الثالث عاد خديت الدبلوم ديالي. تصوروا انا باقا انا بحكم المهنه بغيتها، انا كنقرا في الدومين وانا كنخدم للكليان عندي في الدار، يعني باش نشد يدي ونشد. نعم كيفاش كتخدمي يعني حرا انت كتعلمي وكتقراي وكتخدمي في الدار؟ وكنخدم في الدار الكليان باش نعاون راسي وباش نبقى يعني كيف كنقول لك، يعني بغيت الدومين لقيت فيه راحتي. وكيفاش كتخدمي في الدار؟ شريتي ماتيريال؟ خدمت غير بالكرسي ديال الكوزينه البلاستيك ومقص، وحتى فاش كنبغي نقطع الشعر كنفرش واحد ليزار فوق الزربيه وكنقطع الشعر، كندير البروشينغ للكليانه، كنخدم ليميش شويه بشويه. عقب مشيت خدينا واحد ملي حسيت براسي رانا خديت الدبلوم ديالي، عرفت راسي راه الكليان غيبقاو يجيو عندي للدار. عقب خديت واحد بحال بوست واحد درتو في البيت ديال الوليدات، حيت انا كاريه الدار، شديت عندي صاله وبيت النعاس وبيت الدراري، شديت الدراري كينعسوا في الصاله وبيت الدراري درتو صالون. صافي ولاو كيجي عندي الكليان الحمد لله، عجبهم الحال، عجبتهم الطريقه باش كنخدم. شويه نقول لراجلي انا نقدر نكري محل على برا، حيت اش ولاو كيجيو الكليان فهمتي، حيت كنغسل الشعر في الدوش فهمتي، يعني كاين تخالط ما بين وليداتي والكليان ما جاتنيش. وخا هكاك ومزيرين ما نكذبش عليك، يعني راك عارفه الظروف وليدات كيقراو والكرا وهذا. صافي قال لي راجلي وشوفي انا راه بزاف عليا باش نكري كريه اخرى، حيت المنطع على قد الحال. سيدي حالي معاد نرجعو لهاد النقطة ديال باش مشيتي كريتي. نعم. نبقاو بعدا غير ملي كنتي بعدا كتقراي باش تاخدي الدبلوم. نعم. تبارك الله خمسة د الوليدات، كيفاش كنتي كديري؟ معاناة. عاودي لنا شنو من هاد المعاناة؟ كنفيق بكري. خصني ندير الفطور. خصني هذيك الساعة كنت والدة، يلا والدة الدري فاش مشيت نقرا ندوز الدبلوم عندي، يلا الدري عنده 18 يوم. تربية. تربية. كنفطر الوليدات. كنصيفطهم للمدرسة، الدري الصغير كنوصلو للمدرسة الآخر وعندي التربية. كنديه معايا صراحة، كنديرو في المينطة ديالو، كنديري لي كوش ديالي وهذا. صراحة حتى دوك المؤطرات اللي هما قراوني الله كتر خيرهم، تا هما ساعدوني وتعاونوا معايا، كنديرو في القماط ديالو المينطة ديالو كنحطو فوق الكونطوار.
كنخدم نفسه. هذا ما كتهضري ليا على انك نفسه. نفسه ما كنقدرش، كنت والده سيزاريا بالفتيح، ما كنقدرش نحط كرشي على سميتو باش نخدم باش نتعلم في البنت اللي انا كنقرا انا وياها. هذا هو الاصرار يعني. ايه صافي، عقبت هكاك، عقبت الدري ولات عنده 3 شهور، صافي وليت انا نعقب واحد السيده الله يكثر خيرها، تعاونت معايا في المؤسسه، عندها مؤسسه خاصه بريفي، تعاونت معايا ديت ليها الولد عنده 3 شهور، بقيت يعني داك الدري كنديه معايا وكنجيبو للسونتر. تكملت 3 شهور وانا نديه لاكريش. ديك السيده قالت لي شوفي مدام انتي بغيتي تحقق الحلم ديالك حنا نتعاونو معاك. ولاو كيشدوه ليا بلا حتى شي حاجه، يعني كندير ليه الكوش ديالو الماكله ديالو، كنمشي مع 8:30 كنحطو، 11:30 كنرجع، يعني 12 يعني كنخرج متعاونين معاه متعاونين معايا باش تحققي الحلم. حيت عارفوني باغيه واحد الحلم خصني نحققه. صافي كملت العام، بقيت هكاك فيق بكري، يدي المدرسه يعني راك يعني نفس النهار نجي عاود الغدا نجي تاني كنطيب الغدا، خاص الخبز خاص كي تمشي تشريه، ما كاينش الا ما عجنتيش. بعض المرات كنفيق بكري، لا بعض المرات كنفيق بكري وكنعجن كنطيب الغدا. حالتي الا كان الدري مريض ليا معاه كينوض السنينات والوجاع، وراك ما عارفين التربيه كيف كتكون، ما كنصيبش كندير. حتى كنعقب تاني ناخد الخبز ولا هذا باش نعاون راسي، وخدامه خدامه خدمه اخرى باش انا كنعاون المصروف ديال الدار، كنت دايره اوريفلام. نعم فاش كيكون عندي نص نهار ديال القرايه خاوي كندير ولدي في ظهري وكنهساك فيه لي برودوي وكنمشي كنعاون راسي فاش كيكون عندي وقت الفراغ. نعم وكنمشي كنقرا هادشي اللي كاين، وكندي معايا حتى سلعه كناخد حتى البنات تما كياخذوا معايا، وهذا تشجيعات من كل واحد صراحه، كل واحد كيبغي يتضامن معاك وكيعاونك. صافي بقيت في حكاك نفس هذا، نفس هذا البروغرام اللي كندير في النهار هو اللي كنعاودو الغد ليه. والمسؤوليه كتكون شويه صعيبه ملي كيكونش معاك الراجل وكتكوني هزه واحد الحمل، خاصك هذا تشوفي معاش خرج عندك مسؤوليه ديال الوليدات وعندك حلمك. اييه جوجهم. بقيتي كتحاولي توفقي ما بيناتهم. اييه واخا شويه كنلقى صعوبات بعض المرات، ولكن كنطلب الله وربي كيعاوني، ربي كيستجب للدعاء صراحه. راه ربي الا بغى يعاون العبد ديالو راه ما خفاه شيء. انتي حليمه قلتي لي قبل ما نبدا التصوير كاين بعض المرات كنجي كندخل كندخل كنبكي. علاش كتبكي حليمه؟ كنعيا كتعيا كنعيا حيت كتسهري مع التربيه، وخاصك الدراري خاصك تفيقيهم بكري، كل واحد كاين اللي كيقرا في الباك، كاين اللي كيقرا في السانكيام، كاين اللي كيقرا في الخامس، كاين اللي كيقرا في التحضيري، فهمتي يعني كل واحد وكيفاش التوقيت ديالو. خصك تكوني كل واحد خصك تقادي ليه النظام ديالو، كل واحد خصك تقادي ليه كتوباتو، كل واش درتي استعمال الزمن، واش خرجتي التمارين، وما ترافقش مع هذا وما تعطلش، سير في الوقت، جي في الوقت. وحتى لا شفتي واحد بغى يعوج كنعيط لباهم الو راه فلان هكاين وهكاين وهكاين، هضر من جهتك عاود انت. تا هما كيخافوا صراحه، كيخافوا حتى من باهم، المهم معاونين. تيقول لي واش بخير، تنقول ليه بخير. علاش؟ حيت هو في الخدمه، ما يمكنش تزيدي مشاكل الخدمه وتزيدي مشاكل الاولاد والدار، خصك تقولي لي رانا الحمد لله انا كنحاول. اييه هزه واحد الحمل، هزه واحد الحمل ثقيل، واحد الحمل ثقيل، ولكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ربي كيعطيك واحد القوه والله، ملي كيعرفك حتى ربي ما كيعرفك راكي غاديه في الطريق الصواب، وما كديري لا هاك لا هاك لا هاك، حتى ربي كيعطيك واحد القوه واحد الاراده واحد القبول سبحان الله العظيم، كيجي من عند الله سبحانه وتعالى. كلشي كيتضامن معاك، كلشي كيتعاون معاك، كلشي باغينك تحقق الحلم ديالك. ما شاء الله الحمد لله. خدات حليمه الدبلوم ديالها، بدات كتشتغل في الدار، شويه بداو الكليان كيتزادوا. أيه. ولا ما يمكن ليهاش تبقى في الدار، خاص حليمه تكري. أيه. اول واحد لجأت ليه من بعد الله هو الزوج ديالها. أيه. اشنو قلتي للزوج ديالها؟ قلت لي انا غادي نخرج غادي نكري على برا. قال لي بنتي راه المسؤوليه قاصحه عليا باش انا نقري الوليدات ونكري الدار ونكري لك المحل. قلت لي انت غير وافق ليا وان شاء الله يجعل الله خير. داكشي نيت لي كاين. عقب قال لي وا سيري دبري راسك، زعما توكلي على الله، راه وان شاء الله. شوفي اللي كيدير شي حاجه بالشوار ديال الزوج ديالو وما كي ما كيادي حد وكيدير شي حاجه اللي هي ما كيغضبش فيها الله، راه ضروري الانسان كيوصل اي حاجه. مشيت قلبت على الكرا، لقيت واحد المحل صلحته كلشي. توكلت فيه على الله، بداو الناس كيجيو. بديت في رمضان،
جاتني معالي 27 الناس تعرفوا، درت الاشهار راسي، بديت كنلبس البنيات، كندير لهم مكياج، كيتصوروا. صراحه بديت من تما بدا الاشهار، هاني في سوق السبت. في سوق السبت، هنا في الزعراطي. الحمد لله. عقب تاني اسست تعاونيه، اسستي تعاون، جاتني الفكره اني ناخذ الدعم ونأسس تعاوني ونكبر المشروع ديالي. جاتني الفكره، دبرت على الناس اللي هما بعقلهم اللي غادي يخدموا معايا وما لقاش المشاكل. اسست تعاونيه في 2000 والاخر ديال 2017، 29 2017 اسست تعاونيه. يعني 2018 انا مؤسسه تعاونيه، 2016 خديت الدبلوم، 2017 الاخر ديالها اسست تعاونيه. جاتني الفكره علاش اللي ما ندفعت انا للمبادره ونحقق الحلم ديالي وندير صالون كبير. علاش؟ حيت جات عندي واحد السيده للصالون لقات داكشي عندي قليل. ولكن عندك ما تعطي. عندي ما نعطي، ولكن ديك الكلمه اللي قالت لي ديك السيده هي اللي خلاتني نكبر المشروع ديالي. وبحال احتقرتني، ما خصنيش نقول شكون هي، ما خصني نقول ديك الكلمه اللي ولكن شنو قالت لك؟ لان داكشي اللي قالت لك يعني دفعات بحال قواتك. اي قالت لي للصالون ديالك ماشي في المستوى ديالي انا باش نجي لعندك، يعني ما كاينش عندك هادي وما كاينش عندك هادي. صافي هي فين اسست التعاونيه؟ قلت علاش ما نحقق الحلم ديالي. حنا دابا ديال خصك تشكريها. لا هي راه قالت لي بحال حقراتني. ولكن عرفتي علاش خاصك تشكريها؟ زدتني. زدتك دابا هي قالت لك هذيك الكلمه، انت خديتيها من واحد الجانب الايجابي ديال علاش انا ما نديرش واحد الصالون اللي يكون في المستوى. اييه وهذيك هي اللي خلاتك باش انك تفكري بالتعاونيه. اييه تستفدي من المبادره. اييه صافي جاتني الفكره اسس تعاونيه. المده ديال عام باش اسس تعاونيه عاد خرج لي الدعم. فكرت اني من خرج لي الدعم نكبر المشروع ديالي. والحمد لله كنشكر سيد العامل، كنشكر الناس كاملين اللي وقفوا معايا في العماله وساعدوني في الدعم ديالي وخديت الدعم ديالي، كنشكرهم بزاف. ملي جاني الماتيريال صراحه شفتو ما نكذبش عليكم تفاجأت بزاف. واش انا نيت درت، تنقول لراجلي واش انا نيت درت هذا الشيء؟ يعني انت بعد ما صح حليمه كتجلسي تشوفي وجهك في المرايه وتقولي واش حليمه اللي كانت كتحلب البقره؟ اييه. واش حليمه اللي كانت في الباديه؟ اييه. كنت كندير زرابي بزاف د الحوايج، يعني شغل الباديه راه سميتو، راه انا باقا شاده. رانا درت واحد القناه حليمه بيوتي، راه مكتوبه بالفرنسيه حليمه بيوتي. كاينه انا في البروفيل انا والولد ديالي الصغير، تما غادي تدخلوا غتشوفوا حليمه وغتعرفوا على حليمه وشكون هي حليمه وفين عاشت حليمه. راه كندير الفيديوهات ديال العروبيه وكندير فيديوهات عندي في الدار غير باش تعرفوا على حليمه كيفاش كانت عايشه. وحطيت في الفيديو بلي انا ها كنت كندير وهنا كنت ندير وكان نطيب حتى في النور وحتى شي حاجه ما تنسات عليا. صراحه عائله الواسي الاخرين كيقولوا لي حليمه راك كتعرفي لها شي، قلت لهم انا راه شديت الماستر في العروبيه راه 10 سنين وانا كنقرا. يعني انت الكلمه اللي فهمنا تبارك الله ما شاء الله عقلك خفيف وتقدري تاقلمي مع اي حاجه. مع اي حاجه. انت بنت الفيلاج مشيتي للباديه تاقلمتي 10 سنين وانت في الباديه كطيبي الخبز ديال النور كتحلبي البقره كتقومي كل شيء الباديه، جيتي للمدينه حققتي الذات ديالك. ولكن الحمد لله الفضل كيرجع للشيخ ديالي، يعني با الزوج ديالي والام ديالو، لقيت الاخوت ديالو صغار حتى هو ووقفوا معايا حتى كبرت ودرت عقلي ودرجوني. يعني ماشي حتى هما، ماشي دوك الناس اللي هما صغير صراحه داروني بحال بنتهم، تعاملوا معايا. واخا انايا اش قال هذاك كان عزيز عليا، انا نصايب تصوروا الحلوه طيبتها في النور، انا باقا صغيره عندي 15 سنه الله رحت عندهم طيبت الحلوه في النور ما شاء الله. الحمد لله شي حوايج دازو صراحه، يا ريت كون يرجعوا نوريهم لكم. الحمد لله. الحمد لله. درتي المشروع ديالك بفضل الله وبفضل المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، وصراحه هاد الاستفاده من المبادره نقذتك. الحمد لله. حققت لك الحلم ديالك. والفضل كيرجع حتى لواحد السيد كاين في بلي ملان. فاش يلاه باقي ما خديتش المبادره، باقي ما درتش التعاونيه، كنت كنمشي عنده للصالون وكناخذ من عنده لي برودوي كاليتي، هو اصلا كيجيب داكشي من فرنسا. ملي مشيت لعندو قال لي حليمه بزاف عليك باش انايا باش انا نبقى نعطيك وكتخلي الصالون ديالك مسدود وكتمي جايه حتى لبلي ملال، انا غنعطي النمره ديالك لواحد الشركه وهما غيتصلوا بك. وفعلا عطاهم النمره ديالي واتصلوا بيا. فاش اتصلوا بيا تفاجات،
حليمه بوحيا، قلت لهم ايه، قال لي معك شركه الفلان الفلانيه، احنا من طرف سي فلان. قلت لهم مرحبا. لما تتوجهي ليه الشكر مادام خدا بيدك اييه مصيبتك. سي مذكير الله يذكره بالخير، وكنحييه من هذا المنبر هذا، وكنشكره بزاف بزاف صراحه. هو اللي وقف معايا وهو اللي وجهني لهاد الشركه هذه، وهاد الناس حتى هما ديال هاد الشركه كنشكرهم بزاف 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 بزاف، لحقاش الفضل كيرجع لله سبحانه وتعالى وليهم كرسي مذكر. تصور جابوك ها؟ اتصلوا بيا قالوا لي يا حليمه شنو خاصك؟ قلت لهم ودي انا ما عنديش فلوس، انا يلا عاد باديه يلا عاد فتحت الصالون. قالوا يا غير قولي لنا شنو اللي خاصك. قلت لهم ودي خاصني لي برودوي ديال لي سوا، الصبايغ باش نخلط، اي حاجه يعني اللي تصلح ليا الكليان وتكون في الجوده محتاجاها. صافي قيدوا داك الشيء اللي انا بغيت. الغد ليه جا الترونسبور، جاب لي السلعه فيها مليون ديال السنتيم ديال السلعه، حليمة ما يعني عطات فيها ما التريال عطيت فيها التريال، ما شاء الله. جابوها حطوها ليا. بديت الخدمه، الناس عجباتهم الخدمه وعجباتهم السلعه باش انا كنخدم، ولاو كيدير لك ولاو كيديروا كوموند، ولاو كياخذوا الشامبوان دوك لي زامبول الكريمات، بزاف الحوايج ولاو كياخذوا من هاد الشركه النيت. الحمد لله لقيت اقبال على الخدمه ديالي حيتاش البرودوي زوين. صافي من تما بديت كنكبر. انا قلت علاش ما نوسع المشروع ديالي وندير تعاونيه. صافي هي هذيك حققت الحلم ديالي، اسست تعاونيه، دخلوا معايا ناس الله عمرها دار، يعني ما لقيتش المشاكل ديالي في التعاونيه، غاديين خدامين بخير وعلى خير، ما كاين لا هذا لا هذا، زعما صراحه غاديين بالمعقول. شنو كديروا في التعاونيه؟ تجميل حلاقه وتجميل، خاصه بالحلاقه وتجميل، كل واحد وباش مكلف. ايه هذا اللي بيحضر الفورماسيون، اللي بيجيب لا كوموند، اللي باغي هذا، الحمد لله. مهم عقبنا قلت لك اسسنا التعاونيه، جبنا الدعم، طورت المشروع ديالي، بقيت كنبحث باش ندخل تاني شركه اخرى. ايه لقيت، دخلت الفيسبوك لقيت واحد السيد من لبنان، هزيت النمره ديالو اتصلت بيه، قلت له ودي راه بغيت ناخذ البروتين، شي حاجه اللي هي ما فيهاش الماده تشمنيش مع الناس. ديال الفورمون، حيت هذيك الماده شويه صعيبه. قال لي مرحبا كاين هادي من هنا، شويه ما عجبنيش. نعم، يعني انت كتقلبي باش تتعاملي مع الناس كما كنقولوا، انا كاع المصداقيه تكون عندك. انا كاع الناس اللي وقفوا معايا بالخير غنذكرهم. عقبت بقيت تاني كنبحث في الفيسبوك، لقيت هشام معروفي كاين في كازا، خديت النمره ديالو اتصلت بيه، قلت له ودي راه بغيت وها بغيت. قال لي غنوصلك لواحد الشركه اخرى كاينه في مراكش. عطاني النمره ديال الناس اللي في مراكش، تواصل معاهم هوايا، قلت تواصلت معاهم حتى انايا، عيطوا عليا سولوني اشنو خاصك، اشنو المشكل اللي عندك، حكيت لهم على المشكل اللي عندنا هنايا في المنطقه على الشعر، حيت الناس لاقي المشكل في الشعر، حيت اش كي هنايا كي الزغبه كتحرق بزاف الحوايج، الشعر كيتكرفس، فهمتيني، بسبب شنو البيئه، بسبب البيئه وبسبب حتى لي برودوي ما كاينش شي حاجه كاليتي كتباع هنا في سوق السبت، ما كاينش. يعني اول وحده غتدخل لي برودوي شي حاجه اللي هي بروفيسيونال من غير الناس اللي كاينين في الملال تبارك الله عليهم، هو انا دخلتهم في سوق السبت صراحه. تعاملت مع شركات وشركات عجبهم الحال، يعني قالوا لي مادام انت فتحتي سونتر هذا الشيء هو اللي غادي يصلح، وغتحاولي ان شاء الله غتكبري المشروع ديالك، وغادي نشوفك ان شاء الله بهالطموح ديالك راه غتكبري وغتزيدي. وفعلا بحال حفزوني نزيد تاني لقدام، وفاش كيهضروا معايا كنهضر معاهم تيسحبوني قارية، تنقول لهم ودي غير درجوا ليا راه انا ما قارياش صراحة، الا كان شي فورماسيون ولا شي حاجه نمشي عندهم تنقول لهم درجوا ليا انا ما قارية. شوف فعلا بالدارجه باش نفهموا الدارجه. صراحه كيتفهموا الوضع وداك الشيء. دابا الحمد لله الشركات بجوج معاهم كنتعامل، كلهم كيهضروا معايا في التواضع معايا، عارفيني اشنو اللي كنبغيو، وانت انا عارفه اشنو يعني هما مساكن، صراحه انا مرتاحه ليهم وهما مرتاحين ليا، كاينه الثقه بيناتنا. على ديك انا ما قارياش ودرجوا ليا حليمه، نعم تبارك الله درتي هذا الشيء كامل، علاش ما دخلتيش محاربه الاميه نيت باش تكملي هاد زوينه؟ وي تنسالي تنسالي بقى غنقرا ان شاء الله نشد البكالوريا ان شاء الله. مزيان لا ان شاء الله دابا انت ركزتي بعدا على هذا الحلم هذا حتى توصليه وتكمليه مزيان. اييه عاد تقرا ان شاء الله، هذا الشيء اللي غندير ان شاء الله، غنحاول ان شاء الله ينزكي. دابا يلاه عاودت خديت فورماسيون في واحد لي ماشين، عاودت تاني دخلت كبرت تاني المشروع من كوافوره، خرجت درت خبيره ديال التجميل يعني في الاستيتيك وفي البشره، في كل شيء ما يخص جمال المراه ما شاء الله. الحمد لله، وخديت الدبلومات
في كازا نيت في واحد الشركه سميتها سولي ليفت، داروا لي فورماسيون، خديت من عندهم لي ماشين والحمد لله. وبغيت نحاول زعما صراحه بغيت ندخل شي حاجه سوق السبت ما كايناش، اول وحده غادي تحط هذا الشيء هو انا في سوق السبت، يعني كاينين في الملال ولكن سوق السبت ما كاينش. فكرت في سوق السبت باش حنت صراحه تيقولوا لي ما شجعونيش في الاول، تيقول لي راه هذا الشيء اللي درتي راه ما غينجحش لك في سوق السبت. انا كنقول لهم كيجيو عندي غير جوج في الشهر احسن، اما باش انا ما طلبتش بزاف، قلت لهم انا ما عنديش مشكل يجي عندي جوج في الشهر ماشي مشكل. الحمد لله حتى تجي وحده جوج ثلاثه ولا الاقبال، ولا الاقبال لا الحمد يعني لله. سمعتك والمواد كما قلتي باش كنخدم الا كانوا كيعطيو نتيجه راه اكيد اللي جا عندك اليوم غيجي غدا يجيب واحد اخر، يجيب اخر، يجيب اختها، تجيب بصح هذا الشيء، بنتها تجيب ويا غادي. اي بصح هذا الشيء النت اللي كاين الحمد لله، ولقيت اقبال. ودابا الحمد لله تاني ملي دخلت هاد لي ماشين تاني جداد ديال لي ريد ولي طاش الحبوب اللي سوا ادغاف فاسيال بزاف كاين ما يدار صراحه، هادشي عاد دخلته جديد باقي ما وريتوش للجمهور ديالي، وكاين اللي اكتشفوا كاين اللي مازال ما اكتشفوش الحمد لله. نعم اذا هنايا حليمه، اول حاجه شنو تبغي تقولي للزوج ديالك؟ كنشكره بزاف على الدعم ديالو والتشجيع ديالو ليا، واقف معايا واخا ما كاينش شي واحد ما كيتفهمش ما كنتيش غتخرج. لا لا صراحه راجلي ما صعيبش، صعيب الحياه، ما راجلي ما صعيبش والله، يعني واخا هو ما معاياش الحياه هي صعيبه لكن الراجل ما صعيبش، ها هي اللي قراتني. وحتى هو الحمد لله مخليني نتاقلم مع الحياه ديالو، ما حابسنيش صراحه. كنمشي كازا كندير فورماسيون كنتقدا لي برودوي بشحال من زعما، ما كيقولش هي كدا ولا هادي ولا سميتو، الحمد لله زعما مشجعني ما معجزنيش، ولكن كلشي بمشوارو كندير كلشي بشوار ديالو، حيت حنا غاديين في مركب وحده كيف كنقولوا، خصنا نمشيو كاملين ونشدو التوازن ديالنا، ما نديروش حاجه لا تغضب الله باش الحلم ديالنا ينجح. نعم وليداتك حليمه دابا ما شاء الله وصلت يعني بالولد الولد الكبير 25 سنه. اييه كيفاش تيشوفك؟ صراحه تيقول لي المراه القويه الطموحه ديالنا البوكوسه ديالنا. هذا ولدك؟ هذا ولدي ما شاء الله. يعني كيفتخر بك حليمه المراه القويه، المراه ديالنا القويه. اييه البوكوسه. تصدموا فاش درت هاد الدبلومات الاخرين، تصدموا فيا وليداتي، قال لي الوالده ما ظنيناش هادوك هادو الوليدات اللي عندي الكبار بجوج، واحد 22 عام واحد 25 عام، قال لك ما ظنيناش الوالده توصلي لهاد النيفو هذا. واليوم كنقول انا لوليداتك حنا كقناه شوف تيفي شرف لينا اننا جينا لعندك اليوم. ربي يخليك شرف لينا وتنشوفوك مثال ربي يخليك للمراه المكافحه، واخترنا اننا نديرو معك تصوير بمناسبه اليوم العالمي للمراه أحلى. لان لك كل التقدير والاحترام. ربي يخليكم يزيد يفتخروا بك اكثر واكثر ان شاء الله. مرحبا 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 والف مرحبا ونتمنى نعجبكم وما نكونش ثقيل على قلوبكم. انت راه عجبتينا، راه واحد الاخت هنايا قالت اختي فين عندك المحل، ربما هي في سوق السبت ولا قريبه ولا فين عندك؟ كاينه في حي التقدم زعراطي قرب الدكتور بوناكا. مزيان ربما تكون من هنا بغات تستافد من مرحبا. من داكشي اللي غادي يخرجوا من يدياتك ان شاء الله. مرحبا والله العظيم مرحبا والف مرحبا. والنمره التليفون ديالي اللي بغاها يقيدها 06 45 46 12 28، 06 45 46 12 28. حتى في الشين ديالي حليمه بيوتي بالفرنسيه تلقاوني في بروفيل انا وولدي، اللي بغى يتعرف على حليمه مرحبا والف مرحبا. مرحبا بكم في القناه ومرحبا بكم في الصالون عندي وتبارك الله عليكم، ومرحبا بالمغرب كامل عند حليمه في سوق السبت، اللي بغى يجي مرحبا، واللي بغى يتعرف على حليمه واللي بغاني نفيدو في شي حاجه داكشي بغيت نقول لك تقدري تفيديهم في شي حاجه ما تبخليش. لا مرحبا والله العظيم لا مرحبا والف مرحبا، غير هي انا كنبغي غير تكون الثقه وما يكونش الاحتقار. راه صراحه شي ناس صراحه حكروني شي شويه، ولكن انا الحمد لله دوك اللي كيحكروك بالعكس كيزيدو يطلعوك يرفعوا لك المعنويات حكم القرايه ما قارياش.
يعني كتلاحظي بان الناس كتشوف فيك هذه النظره لبعض، اكيد ما غاديش نقولوا كل شيء لان لقيتي الحمد لله اللي خدا بيك. لا الحمد لله بزاف الناس اللي خداو بيك، بزاف الناس يعني البعض كتشوفي بان كينقصوا منك مني ما قاريهاش. وكيقولوا هذيك التعاونيه راه ماشي هي ديالها، راهي خدامه فيها وراه ما كتعرف دير حتى شي حاجه، ولكن لا انا كنبغي الناس يجيو يشوفوا، يجيو يجربوا، يجيو يكتشفوا حليمه، يشوفوا حليمه شنو كتصنع، شنو كدير، ماشي غير كيسمعوا صافي. بالعكس انا فرحانه، كنفرح ملي كيجي عندي الواحد، اقسم بالله الا كنفرح ملي كنشوف واحد براني جا عندي. وصراحه شتي الكليان ملي كيجيو عندي فاش كنعطيهم الراي ديالي كيعجبهم، تيقول لك حليمه صافي حنا نجلسوا في الكرسي، ها شعري، ها وجهي، ديري فيه ما بغيتي، وكيخرجوا فرحانين وعاجبهم الحال. علاش؟ حيت ملي كيقول لك هكاك تي كتحاولي ديري ما احسن باش الكليان كيخرج فرحان. يعني واخا تخسري ما تخسريش الكليان، تخسري البرودوي ما تخسريش الكليان. ولكن حنا حليمه كتثبت للجميع بان الا كنتي ما قارياش ماشي تحطي يدك على خدك وتبكي. لا الا كنتي ما قارياش تقدري تحققي ذاتك. لا انا ما نكذبش عليكم، نقول عاد نقول عاد بربي بالله، قلت متوحلات لي الهضره ماشي مشكل. انا قلتي انا تصوروا انا من الاول ديالي كنت كان دخلني الوالد ديالي، كنت باقا صغيره دخلني لدار الشباب، تعلمت الطرز، تعلمت الخياطه، تعلمت نخدم الصدافي، كنت انا عزيز عليا نشغل الوقت ديالي. كيف قلتي ما نحملش نحط يدي على خدي نقول كنخدم الصدفه بريال، نخدمها بجوج دريال. علاش؟ حيت الزمان صعيب، الزمان بغى المعاونه، ماشي انا حتى راجلي خدام لا نقول ليه اعطيني بزمنك، لا انا ما تجوجتي بيا غير تصرف عليا هادي، لا بالعكس خاصني انا تانا نعاون. ربي ما عطاني كتافي وصحيحتي غير انا باش نعاون. كنرتاح ملي كنشوف وجوه جداد، كنرتاح معاهم وكنفرغ عليهم قلبي، وتا هما كيصدقوا فرغوا عليا قلوبهم. تيقول سبحان الله راه كنخرج بنفسيتنا وبحالتنا زوينه. راه فعلا راه يعني اللي سمع القصه ديالك حليمه راه ياخذها قدوه الحمد لله، وفيها الطاقه الايجابيه. لا انا كنشجع كل وحده ما تبقاش في كوزينه، انا كنشجع كل وحده واخا هي مثلا لما لقاتش دير بحال هكا، المهم تشغل وقتها غير في الدار، غير في الدار راه بزاف الحوايج ولاو كاينين، راه ما بقاوش عراقيل، العراقيل حنا اللي كنديروهم ماشي هما اللي كيديرونا. حتى الرجال كنطلب منهم في هذا عيد المراه يعاونوا العيالات ديالهم ويشجعوهم ويخليو يشدوا بيديهم، راه حتى شي وحده ما كتبغي يعني تكون ضد الراجل من غير الا كان الراجل ضدها وضد الفكره اللي كتبغي. بالعكس خاصهم يكونوا متفقين على الفكره، وكنطلب منه يشجع المراه، وراه المراه ما يمكنش دير شي حاجه اللي غادي تغضب الله الا كان الا وتشجيع ديالها وتحقق حتى هي الحلم ديالها. حيت كاينين بعض كي ما كيشجعوش. هنا حاليا كتشوفوا بان اي امراه قادره دير شي حاجه اللي تنفعها في الحياه وتحقق ذاتها، خصها غير تعرف كيفاش تخرج ديك الطاقه اللي فيها. تكرده ما تخافش، ديما تكون شجاعه وتسول. فهمتيني انا طحت في شي اخطاء خايبه وانا بغيتها هي المراه دابا اللي غادي تخرج تخدم، ما طحش في الخطا اللي طحت فيه انا. ممكن يكونوا عراقيل في الحياه. شنو هما الاخطاء اللي طحتي فيهم وتقولي يا ريتني ما طحتش في هذا الخطا؟ حكم القرايه، كل كنت قاريه ما كنتش غنطيح فيهم. بحالاش عطينا قربينا شي بزاف، بحال الوراق، بحال بزاف د الحوايج، خاص بالاخص الوراق. الوحده خاصها الا ما كانتش قاريه تسول باش ما طيحش في العراق. لا وراق حتى نعرفهم ما عندك رضا، حيت العراق الحياه كيتسبب في مشاكل. ولكن الحمد لله انا راجلي كان متفهم، وخا وصلنا لشي حوايج ولكن الحمد لله تفهم وعقبنا مشينا في طريقنا. يعني لقينا راه ما سهلاش 27 عام ديال الزواج، راه ما سهلاش يكونوا عراقيل، راه فيها عراقيل خايبه، راه ما سهلاش صراحه. يعني عشنا تجارب خايبه لا انا ولا هو، ولكن درنا اليد في اليد وصبرنا، ما تصنطناش البنادم، ما تبعناش الهضره اللي كيقولوا الناس فينا. كون هو بغى يتبع هضره ديال الناس، الزوج ديالي كون راه تفرقنا وما نوصلوش لهذا الشيء هذا. ولكن الحمد لله كنشكره هو، وكنشكر العائله ديالو، كنشكر الناس كاملين اللي ساعدوني، مؤسسه بنو خلدون، هذا الشركه تريتشي اللي في مراكش، كنشكر الشركه يانسي اللي في كازا، كنشكر سي مذكر، بزاف الناس كنشكرهم، كنشكر الاستاذه غريبه بزاف بزاف، فتحت لي واحد الباب ما كنتش عارفه. في 2020 تعرفت عليها، تبارك الله عليها، غريبة مرة جوهري. اي غريبة جوهري،
تبارك الله فتحت لي شي بيبان ما نكذبش عليك، ما كنتش ما عمرني حلمت نشوف الفنانات شفتهم دي منهم. هذا سميرة البلوي، هدى سعد، بزاف 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 الفنانات شفتهم وشاركنا في واحد الفورماسيون، درتنا فورماسيون تكوين في فقيه بن صالح كنمشيو حتى هو ان شاء الله راه فيه ديبلوم كيفاش نديرو التسويق للمشروع ديالنا كيفاش. هذا كنشكرها بزاف وكنحييها من هذا المنبر هذا، وكنشكر سيد العامل وكنشكر جلالة الملك على هذه المبادرة هذه اللي تاح للشباب فيها، وبالفضل ديالو انا وسعت المشروع ديالي داك المشروع ديال انطلاقة كبرنا المشروع به هو باش خديت لي ماشين، وباش انا دابا درت سونتر يعني بوتي في سوق السبت كبرت يعني صراحه. واحد المبادره عطانا سيدنا اللي ما بغاش يخدم دق الباب ورا الباب يتفتح في وجهك، خاصك غير تكون معقول تجيب داك المشروع ديالك مقنع اييه، خاص تكون القناعه في داك المشروع، راه ماشي بالساهل انك دير مشروع ويكون ناجح، راه ما ساهلش. انا دابا 5 سنين باش انا كنطيح وكنوض كنطيح. وواحد الحاجه غنقولها لكم، انا ما خدمت في صالونات، ما درت فورماسيون في صالونات، يعني ديريكت من السونتر اللي انا قريت فيه للشركات ودرت فورماسيون في كازا معاهم صراحه. هما الناس كنتقدم عندهم هما اللي كيديروا لي فورماسيون وعطاوني شواهد، عطاوني بزاف د الحوايج حيت انا ما عارفه ما ندير صراحه. الارقام الصبايغ داكشي تيكون بالارقام كلشي، ولكن الحمد لله اللي عقله خفيف وباغي يوصل راه يوصل، واخا يكون عند عقلك ثقيل الا فتحتيه راك توصل ان شاء الله، والامور ديالك تدوز بخير. وانا كنشجع كل واحد ما يبقاش جالس غير يتحرك، راه كل شيء ممكن، راه حتى شي حاجه ما كاينش في المستحيل، راه كل شيء، راه كرشك الا ما طيبتي لا راه ما تاكلش. اذا شنو اللي مازال كتمنى حليمه؟ مازال الطموح ديالك؟ الطموح ديالي هو ندير مقر خاص بيا ونكبر المشروع ديالي، وبغيت نقري البنات حتى هما يندير لهم الدومين ديال الحلاقه، مازال ما عنديش يعني باغي الناس كيجيو عندي قال لي انت انسانه طيبه وكت بغينا نتكونوا على يدك، ولكن مازال ما عنديش، خاصني المقر يكون كبير يعني مازال ما لقيتش، وخاصني نجري على هذاك الشيء حتى هو مازال خاصني حتى هو خاصني غير اليد المساعده في داك الشيء. انت حليمه راه قالكش من بلاصه في الصالون نجيو عندك، راه معاك الناس اللي قراو اش من بلاصه عاودي ذكريهم. مرحبا والف مرحبا، انا في الزعراطي حدا الدكتور بونكا، مرحبا طريق الشارع اللي طريق قريبه للكوميساريه حدا الكوليج ديال محمد السادس، مدرسه مولاي رشيد، النمره 06 45 46 12 28. اللي بغى يتواصل معايا مرحبا، وحتى اللي باغي يدخل يشوف الفيديوهات ديالي يدخل، راه عندي شان فيها حليمه بيوتي بالفرنسيه، اتصبوني انا في البروفيل. مرحبا والف مرحبا، والله الا فرحانه بتشجيعاتكم ليا وكنشكركم كنشكركم بزاف ونتمنى نعجبكم. اكيد حنا حتى حنا فرحانين بهذا اللقاء معك بمناسبه اليوم العالمي للمراه. اذا حليمه ما سخيناش بك، ربي يخليك مرحبا، وكلامك حلو ووجهك مبشور ما شاء الله. مرحبا مرحبا. رسالتك الاخيره للنساء المغربيات؟ كنقول النساء المغربيات ما يبقاوش هاملين راسهم غير في الدار، ولا تبقى تقول للراجل اعطيني 10 دراهم باش نمشي للحمام، ولا تقول لي بغيت نمشي نشوف يا مثلا نزي العار ولا هذا، لا كنقول للمراه كبري المشروع ديالك، الا كانت كدير مثلا على الخبز تحاول تطور المشروع ديالها، كانت كدير الخياطه تحاول تطور، كاين افكار كاين ابتكارات، اللي كدير الحلوه تحاول تطور المشروع ديالها، راه شوف كاين المبادره كاين بزاف تاع الحوايج، شوف راه الناس يد المساعده كاينه، والمسؤولين المسؤولين كيقول لكم غير تكونوا غير معقول جيو حنا نعاونوكم. وكنقول للمراه المغربيه ما تبقاش دايره حابسه راسك في الدار قبل غير الشغال، الشغال راه ما كيساليوش، راه غير نهار ديال سميتو قرا تقضي الشغال ديال الدار ودير تحقق ذاتها. اييه يعني راه كيف كندير انايا، عندي الوليدات مازال صغار دابا راه كيقراو، وعندي الوليدات كبار، وكنحاول نوفق ما بين الخدمه والدار. كنقول لك حاولي ما تضغطيش في الحياه ديالك، وحاولي تخرجي وتباني للوجود، وكنطلب من الرجال ديالهم حتى هما يساعدوهم، ولكن العيالات حتى هما ما يكونوش، خاصكم حتى نتوما تكونوا عفويات، ما تكونوش داكشي بالعنف،
لا انا نخرج بالزاز، لا انا ندير هذه بزمنك، ولا لا خاصك تشاوروا وتاخذوا كيف درت انا مع الزوج ديالي، يعني برضاه باش يعني كل شيء. حليمة، نجاح المرأة يعني بجانب الرجل، اه ضروري بجانب الرجل. ضروري ضروري، حتى يقول لك كل نجاح رجل وراءه امرأة عظيمة. المهم نتمنى نكون نعم وصلتها مزيان. نعم هي هذيك، وكل رجل عظيم امرأة، امرأة يعني فعلا حتى النجاح ديال المرأة راه خص يكون حتى الرجل بجانبها. الله يحفظكم. اييه وهذا الشيء هذا هو اللي كاين هذا الشيء ياك. اللي كاين. المهم كنطلب من الرجال يشجعوا عيالاتهم، الا كان عندهم شي حلم يخليهم يحققوه، كان عندهم طموح يخليهم يطمحوا لدوك، يعني يزيدوا يطمحوا ويزيدوا يحققوا الحلم ديالهم. وكان كنقول لكم سمحوا لي، لا بالعكس، شنو تقولي للساكنة تفقي بن صالح والنواحي اللي قراب لك بعد هنايا؟ كنشكرهم بزاف حيت كيجيو عندي واثقين فيا، وكنقول لهم اللي ما عرفنيش يجي لعندي يتعرف عليا، مدينة فقيه بن صالح بالملال، كاع المناطق اللي تابعه لفقيه بن صالح بالملال مرحبا بهم، يجيو عندي مرحبا والف مرحبا، وانا اي سؤال مرحبا انا موجوده. والله يحفظكم ليا والله يطول عمركم، وكل عام وانتم بالف خير النساء المغربيات. تحياتي. إذا مشاهدي قناة شوف تي في، كانت معنا حليمة الملقبة حليمة بيوتي. حليمة بيوتي. حليمة كتواجد بمدينة الفقيه بن صالح، مدينة سوق السبت إقليم الفقيه بن صالح. حليمة أم الخمسة ديال الوليدات، الله يحفظها ليهم ويحفظهم ليها. حليمة ما قرياش، حليمة عاشت 10 سنين في البادية من بعد ما تزوجت في سن صغيرة على 15 سنة، 10 سنين وهي في البادية، كانت كتحلب البقر، كانت كطيب الخبز في إنور، قالت لك حتى من الحلوى طيبتها في إنور. تعيشت مع تعيشت مازال طيبي تعيشت، يعني واحد الإنسانة اللي كتعيش مع أي ظروف، يعني أي ظرف من الظروف كتعيش معاه. تزوجات على سنة الله ورسوله، الزوج ديالها بحكم العمل ديالو ما كاينش في البادية اللي كاينة فيها هي، بقات مع والديه الحمد لله. قالت لك دوك الناس الله عمرها دار، لا الأب ديال الزوج ديالها ولا الأم الزوج ديالها ولا خوتو، قالت لك طحت في واحد العائلة الله عمرها دار، مشات في سن صغيرة وعاملوها بحال بنتهم، يعني تقبلوها وتقبلوا قالت لك هبالة، وتقبلوا صغرها وتقبلوا يعني كل شيء، وتعلمت بزاف ديال الحوايج البادية. ولكن ملي ولدت وليداتها والوليدات وصلوا على سن التمدرس، يعني انها خصها تنتقل للمدينه باش انها تدخل الولد الكبير للمدرسه اللي في العمر دابا ديالو تبارك الله 25 سنه راه خدام حتى هو واستقل بذاته، الولد الاخر 22 سنه، يعني هذوك كان واحد خصو يدخل الروض واحد خصو يدخل المدرسه. اضطرات انها من بعد ما تشاورت مع الزوج ديالها وقرروا بجوج باش انها تحول للولاد زيدوح، جات الولاد زيدوح بدات تمايا مع الوليدات، عاود انتقلت لسوق السبت، ومن ثم بدا المشوار ديالها، وبدات بانها خصها تحقق واحد الحلم ديالها، ودخلات وقرات واستفدت من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي من هذا المنبر كنوجه التحيه والشكر لجلاله الملك اللي وفر هاد الفرصه، اللي عطى هاد الفرصه لاي واحد عنده شي مشروع باش انه يكبره. كذلك الشكر الجزيل لعامل الاقليم اللي خدا بيدك وقدرتي انك تقنعيه بهذا البروجي ديالك وبهذا التعاونيه ديالك وبهذا المشروع اللي خرجتيه للحيز الوجود. كاع الناس اللي وقفوا معاك، كاع الناس اللي ساعدوك، كاع الناس اللي امنوا بقدراتك حليمه، كتوجهي لهم الشكر بمناسبه اليوم العالمي للمراه، لان لقيتي ناس اللي ساعدوك ولقيتي ناس اللي حبطوك. ولكن كتقولي حتى دوك الناس اللي كانوا كينقصوا مني، وكاع دوك الناس اللي كانوا كيشوفوني ما قارياش وكيحتقروني، حتى هما قلتي زادوك قوة وعطاوك قوة باش تكبري المشروع ديالك، ومازال عندك طموح باش انك تزيدي تكبري المشروع ديالك باش تقري وتوري البنيات والوليدات هذا الشيء اللي تعلمتيه حتى انتيا تمريه، حتى يعني تلعبي لهم حتى على النفسية، حتى في التنمية الذاتية غادي تلعبيه، يعني على انك تعلميهم الحلاقة وتعلميهم التجميل وترفعي من المعنويات ديالهم. كنتمناو لك التوفيق اكيد. ومن بعد اخوتي قالت لك عاد غادي نتفرغ للقرايه، غادي ترجع تقرا محاربه الاميه، وان شاء الله نتسناوك اكيد غادي نتسناوك، ونتمناو انك تاخذي شهاده البكالوريا باذن الله ان شاء الله. الى هنا مشاهدي قناه شوف تي في، نيابه عنكم كنقولوا لحليمه عيد مبارك سعيد، نقول لك كل عيد وانت بالف خير، ولكل النساء المغربيات
إلى اللقاء، كنتم على المباشر من مدينة سوق السبت إقليم الفقيه بن صالح. السلام عليكم.